خلال معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببنفريحة تفيد قيام بعض المشتبه فيهم ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة في السكنات الفوضوية بإقليم الاختصاص. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات، تم التنقل إلى عين المكان وأخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة. العملية كللت بنجاح، أين تم حجز 1200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كما تم حجز دراجتين نارية بدون وثائقهما الإدارية، واحدة منها محل نشرة بحث، أسلحة بيضاء من الصنف السادس وسلاح صيد بحري من الصنف الخامس. كما تم توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية ينحدرون من ولاية وهران وولايات مجاورة تتراوح أعمارهم من 18 سنة إلى 32 سنة. تم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات من أجل جناية إنشاء وكر للدعارة، جنحة عيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون رخصة، جنحة ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة، جنحة حيازة وحمل أسلحة من الصنف الخامس والسادس دون مبرر شرعي، جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يبلغ 18 سنة من عمره.